أيضا للمزيد من المتابعة بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم، أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. خلينا نعرف من حضرتك رأي الدين بطريقة مبسطة فيما يتعلق بهدم دور العبادة اللي بتكون متعدية على أراضي الدولة أو على أراضي الزراعية. تفضل يا فندم. أولا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال لما تجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فالمسجد الذي تثبت له الحرمة هو ذلك المسجد الذي أسس موافقا للشريعة الإسلامية. ولا شك أن الاعتداء على أراضي الدولة أو البناء على أراضي غير مرخصة أو الاعتداء على الأراضي الزراعية أمر لا يرضي الله بحال من الأحوال. ومع ذلك فإن الدولة مشكورة قد تعهدت بأن أي مسجد سوف تزيله سوف تقوم ببناء بديل عنه، ببناء بديل عنه أفضل وأحسن في مكان مرخص وفي مكان مسموح به. وده طبعا نوع من أنواع التعويض الذي يمكن أن نقول أن الدولة أصلا ليست ملزمة به ولكنها تفعله على سبيل التفضل. صحيح. احنا عندنا في الشريعة الإسلامية كل الأحكام الشرعية مبناها على جلب المصالح ودرء المفاسد. والقواعد الشرعية في الشريعة الإسلامية جعلت أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وأن المصالح إذا تزاحمت فإن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، وأن مصلحة الكل تقدم على مصلحة الجماعة، وأن المفاسد إذا تزاحمت فإن المفسدة الأعظم تدفع بارتكاب المفسدة الأدنى. كل هذه القواعد تكون حاضرة معنا فيما نحن فيه الآن. الخبراء الاقتصاديون يقولون ان مصر حتى تحقق الاكتفاء الذاتي فان الرقعه الزراعيه فيها لابد ان تكون على مساحه 8% على الاقل، احنا عندنا الرقعه الزراعيه 4%. فلما نيجي على ال 4% دول كمان ونعتدي عليهم ونجور عليهم بالنقصان فده اكيد مفسده تعود على الكل بالاعتداء، ولابد ان الدوله تكون لها وقفه حازمه. ونحن مع الدولة فيما تفعله وندعمها، وفعل وما تقوم به الدولة ليس مخالفا بحال من الأحوال للشريعة الإسلامية بل هو موافق لها من كل وجه. طيب أستاذ أحمد، خليني أخذ برضو رأي الدين في من يكذب أو يلفق الحقائق فيما يتعلق بأي أمر من الأمور. الهدف من تلفيق الحقائق هو هدم أي دولة أو إثارة البلبلة داخل هذه الدولة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبرنا عن آية المنافق وذكر أن آية المنافق ثلاثة وفي رواية أربعة، ذكر أن من علامات المنافق الفجر في الخصومة إذا خاصم فجر. القنوات دي قنوات مغرضة مأجورة مكشوفة كمان، مش ما هيش يعني خفية على أي حد. صحيح. عنده شيء من العقل. جربنا عليهم الكذب مرارا وتكرارا حتى أننا نكاد أن نقول أنهم يتنفسون الكذب. الدولة قوية والدولة باقية، ومش مش هيؤثر في الدولة أبدا أفعال الصبيان هذه. والكلام اللي احنا شفناه في مثل هذه القنوات المأجورة ما يروجش على أي حد شايف ما نحن فيه وشايف النهضة اللي احنا بنشهدها في البلد اللي ما ينكرهاش أي حد. وأنا أكرر للمرة الثالثة، نحن ندعم الدولة تماما في كل ما تفعله. أخيرا دكتور أحمد، يعني كلمة توجهها لمن للأسف يعني حتى الآن من الشباب من الممكن أن هم ينساقوا وراء الفكر المتطرف أو وراء مثل هذه الأكاذيب وما تقوم يعني ببثه بعض القنوات المعادية للداخل المصري. أقول له ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه في صحيح مسلم، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. نعم طبعا، أنا بشكرك شكرا جزيلا. كنت معي عبر الهاتف الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء. شكرا جزيلا على هذا الحديث يا فندم.